وفي الشأن نفسه، سير المجلس الانتقالي الجنوبي 200 سلة غذائية للمتضررين في مدينة تريم جراء السيول التي ضربت المدينة خلال الأيام الماضية. وجاء تسيير القافلة الغذائية عبر قيادة المجلس الانتقالي بحضرموت بمساهمة بعض من رجال الأعمال في المحافظة. ويأتي هذا الدعم بعد المنحة التي وجه بها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة من السيول جراء الأمطار الأخيرة التي شهدتها مديرية تريم. توجيهات كريمة من القائد عيدروس قاسم زبيدي رئيس المجلس الانتقالي الذي وجه هذه السلة بتوزيعها على شهداء أبناء حضرموت، وكذلك أيضا خصص جزء كبير لمتضرري السيول في مديرية تريم. هذه اللفتة الذي دائما ما كانت حاضرة لدى القيادات السياسية للمجلس الانتقالي في مثل هذه الأمور، وقد سبق أن وجه الرئيس بتخصيص 25 مليون ريال الذي سلمت لقيادة المجلس في تريم. طبعا هذه سلات غذائية للمتضررين من السيول وأسر الشهداء في مدينة تريم. وانا سلات، طبعا هذه السلات مكونه من ارز ودقيق وزيت وطماطم وسكر وعدد من المكونات الغذائيه، عدد كبير الحمد لله من السلات اللي تم تقديمها هذا اليوم للمتضررين من السيول. ندعو من الله ان يوفقنا ويسهل امورنا حتى نقوم بنقلها هذا اليوم من مدينه المكلا الى مدينه تريم.